بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون إن بسلام آمنين إن في جنات وعيون ندخلها بسلام آمنين
ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون نبئ عبادي أن أن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه الضالون بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.